الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة النفط في العراق عن تصدير أكثر من 86 مليون برميل بإيرادات تزيد عن 6 مليارات دولار خلال شهر حزيران الماضي. وأوضحت الوزارة أن الكميات المصدرة حملت من قبل 30 شركة عالمية من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية إلى الخليج العربي وميناء جيهان التركي. وأضافت الوزارة أن كميات وإيرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق إيراد إضافي خلال شهر حزيران الماضي بلغ مجموعه أكثر من 55 مليون و450 ألف و194 دولاراً. انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاده لبيع وشراء العملة الأجنبية بشكل طفيف لتصل إلى 228 مليون دولار، وشهد مزاد البنك المركزي انخفاضا في مبيعاته بنسبة 0.44% لتصل إلى 228 مليون و680 ألف و588 دولارا أمريكيا، غطاها بسعر صرف بلغ 1460 دينارا لكل دولار واحد. وذهبت المشتريات البالغة 170 مليون و390 ألفا و588 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 58 مليونا بشكل نقدي. أغلقت البورصة العراقية على ارتفاع مؤشراتها بنسبة 0.71% ليصل عدد نقاطها إلى 573 نقطة. جاء ذلك من خلال إبرام مئات الصفقات شملت 16 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 640 مليون سهم بقيمة وصلت نحو 700 مليون دينار عراقي. وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفض أسهم 4 أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار أسهمها. أظهر مسح فصلي أجرته وكالة رويترز أنه من المنتظر أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح بين 2-3% هذا العام. وتوقع المسح أن ينمو اقتصادا السعودية والإمارات بما يزيد على 4% العام المقبل. وتأتي هذه التوقعات بعد انخفاضات حادة العام الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا، بينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق أوبك بلس لتعزيز إنتاج النفط. عبر صندوق النقد الدولي عن استعداد الصندوق لمواصلة دعم تونس في التعامل مع تبعات جائحة كورونا وتحقيق تعافي شامل غني بالوظائف. وقال صندوق النقد أن تونس تواصل مواجهة ضغوط اقتصادية واجتماعية غير عادية، مؤكدا أنه يراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس. وانخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان في تصعيد للأزمة السياسية. ختام الموجز بأمان الله.